السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أرسل المرسلين. اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا نجيروا لكم الكفتة. إن شاء الله اليوم قررنا غادي نخرجوا نجيروا المشويات برا، فغادي نديروا الكفتة اليوم. بغيت نسبلها قبل ما ناخذها معكم، وإن شاء الله غادي ندير لايف باش نديروا الشواء برا انا واختي باذن الله تعالى. واش غادي نحتاجوا؟ انا قررت انني ندير كيلو ديال الكفته ديال الدجاج، واللي بغى يدير ديال اللحم كيدير ديال اللحم كما تيبغي. غادي نحتاج فيها البصل، غادي نحتاجوا فيها البصله، وغادي نحتاجوا فيها القزبر والمعدنوس، وغادي ونص كاس ديال زيت الزيتون، والكمون، الخرقوم، الفلفل الاسود، سكينجبير. انا كندير الفلفله حاره مقطعه صغير، وهذا كيكون اختياري، تحميره او الفلفل الحلو، الملح، وشويه ديال شطه يعني، ولا فلفله. هذا كتبقى هذه اختيار بالنسبه للحرور، اختياري انا، عزيز عليا الحرور، وانتم ما بتديروه ديروه، ما ديروش ما كاينش مشكله. اوكي، غادي ناخذ الكفته ديالتنا، غادي نضيفوا فيها القزبر والمعدنوس، غادي نضيف ليها بصله كبيره مقطعه، درت بصله كبيره مقطعه، الا كانت صغيره ديروا جوج. وغنديروا كاع التوابل اللي قلنا غادي نديروا كامله، غادي نضيفوها هنايا. ونصف كاس زيت زيتون، ونخلطوا الجميع، نحاولوا نخلطوه مزيان. وكتقدر هادو انكم تشدوها تقليوها الا بغيتو شويه زيت، او لا تشدوها وديروها في الفران كيما، او لا تشويوها، كاين عندكم نتوما الاختيار. وكتجي بنينه بزاف بزاف، ولا قدرتوا ديروها مع الصبح وتخليوها ترقد واحد ساعتين ولا حتى ثلاثه، عاد ان شاء الله تستخدموها كتجي رائعه. ولكن انا ان شاء الله قررت غادي ناخذ الدراري وغادي نمشي للبارك انا واختي وكاع، وان شاء الله وغادي نديروا، هي غادي دير حتى هي ما عرفتش شنو غادي دير، دجاج ولا مشويه ولا لحم ولا ما عرفتش. المهم انا غادي ان شاء الله ندير لكم لايف، وان شاء الله تماك غادي تبعونا. بعد ما كنخلطوها غادي نرافقها بشلاضه اللي غادي نوريها لكم دابا، اللي غادي نحتاجوا فيها كمون، ملح، فلفل، وربعة المعالق المطيشه مقطعين، شويه حامض، سيترون، وقزبر ومعدنوس. كنبقى ليا شويه من ديال الكفته والبصله. اوكي، غادي نخلطوا الجميع هنايا، غنديروا المطيشه ديالنا هذه 100% سلطه مغربيه، قزبر معدنوس، كانوا كيديروها والدينا وجدودنا من زمان، وهي بقينا عليها كنديروها، والكمون والملح والبصل والسيترون ديالنا حامضه معصره. غادي نزيد فقط زيت الزيتون، غادي نضيف واحد جوج معالق كبار زيت الزيتون، نخلطوها. وهذه الشلاضه ان شاء الله غادي ترافق الكفته اللي غادي نمشيو ندو للشواء. وكما قلت لكم كيكون الاختيار ديالكم، تقلوها تشويوها تدخلوها الفران، داكشي اختيار ديالكم. وان شاء الله هاد الاكلات هادو يعجبوكم. والكفته هي خلطناها بصح، غادي نمشي نديها نشويها، وان شاء الله غادي ندير معكم لايف باش تشوفوا. وشكرا جزيلا لكم، وما تنساوش تتابعوني بليز، وديروا لي لايك وسبسكرايب وتابعوني، وشكرا لكم.